أفضل من الأجواء الحارة ولا الشمس الحارقة. عندنا درجة الحرارة تصل ل 47 46 والآن 20 22 18 في الليل، أجواء باردة وجو خلاب، أماكن مرتفعة، أمطار شبه مستمرة، الضباب. والله شوف النماس خاصة الأيام هذه تلاحظ الضباب يعني صار كثيف شوي، وأنا من عشاق الضباب حقيقة، وتتبع الضباب من أبها إلى تنومة إلى النماس. وزي ما تشاهد يعني الآن صارت حتى السياحة هنا مهيئة، يعني للسياح سواء المرافق كل شيء متاح، فهذا حقيقة أصبح أنه يعطينا دافع. نحن ما عاد أسافر خارج الدولة، خلاص أبقى السياحة داخل المملكة.